الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية من الآيات التي تعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيها يقول سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو من بني آدم من أنفسكم، وقرأت هذه الآية من أنفسكم يعني من أفضلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث من أفضل بطون العرب، فهو من بني هاشم وهو من قريش وهو من العرب من أشرف قبائل الناس، فهو من أنفس الناس أي من أفضلهم نسبا ومن أفضلهم خلقا، وهو خير ولد آدم وأفضل ولد آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو بشر من بني آدم من بني آدم، وهو أشرف بني آدم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يا إخواننا نفهم إنه في ناس بيعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا كبقية البشر، يعني من ناحية البشرية بيعتقدوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وهو ليس من جنس بني آدم، والكلام ده باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو من بني آدم، لكن شرفه الله تعالى بما أنزل عليه من الوحي وجعله خاتم النبيين، وقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وإلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أنه علم هذه الأمة الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى جنته وإلى رضوانه سبحانه وتعالى، شكده علم الناس. ومن حرصه على هذه الأمة أنه صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، وهذا أهم ما في الدين الإسلامي، التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجامل أحد في التوحيد، وكلم ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هذه الأمة وعلى ولد عمه ابن عباس وجهه إنه في الدعاء يدعو الله، ما زي نحن هنا عندنا شيوخ كتار في البلد دي، كمية بتاع الشيوخ ديل علموا النشأ الصغار، الأولاد من صغار علمونا حلفوا بالشيوخ، يا ود حسونة ويا ود بدر ويا العركي ويا غيره، علمونا حلفوا بالشيوخ، ومن صغار علموا الولادات
إنهم يشربوا المحايات بتاعت الشيخ، وعلمهم يزوروا الجباب ويتعلقوا بها ويعبدوا أسيادا من دون الله عز وجل، وديل خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجابوا الشرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، قال له إذا سألت فاسأل الله. كلام ده منتهي، أوعاك تقوم على حالك تقول يا البادراب، أوعاك. أنت المرة لو دخلوا العملية ولا عندك زول عيان ما تنده أي بشر كائنا من كان، لأنه ما بيملك لك حاجة. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم زي أنا وجاي. الآن الشيوخ ده يتميزوا علينا بشنو؟ ما هم بشر زينا، خلقهم الله زينا، بياكلوا زينا، بيمرضوا، بيموتوا، يوم القيامة بيبعثوا، بيسألوه زي ما بيسألونا نحن، ما بشر زينا. عشان كده ربنا قال لك عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والكلام ده لأي زول بيزعل لما الناس تتكلم في التوحيد، في ناس بيزعلوا أول ما تقول له ما تدعو ود بدر أدعو الله، بيقول لك يا مولانا ما تنبز، أنا ما قاعد أنبز، أنا قلت لك ما تدعو ود بدر ولا تدعو مزمل ده ولا الحواتي ولا الحوشابي، ما تدعو، أدعو الله الخلقك وخلق الحوات والحوشاب والجعلين والرزيقات، الله خلق انشت، أدعو الله، ما تدعو أحد من دون الله سبحانه وتعالى. وربنا ما بيقبل، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله سماهم كافرين، مع إنه ممكن تدعو لك صالح، تقال الناس الزمان الأشركوا ديل أشركوا بحجر بس، لا أشركوا بصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دل كلهم صالحين، جد صالحين دل، لكن الناس بيقوا بيندهم وبيدعوهم ويتوسلوا بهم. ربنا قال وقد أضلوا كثيرا، مع إنه الخمسة الصالحين دل ما ضللوا لهم زول، لكن لما الناس اتخذوا لهم حجار وأصنام تماثيل لهم وبقوا يدعوهم، ربنا قال وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ضللوا الناس، ونحن عندنا في البلد دي كميات من البشر ضللوا أمة محمد، من الشيوخ العاملين فيها شيوخ بتاع دين، عاملين شيوخ بتاع دين، واحد فتح له خلوة بيقى بقري في الولادات قرآن، يعلمهم قرآن بيجاي ويعلمهم الشرك بغادي، شرك بالله. شوف على بصان حجبات، حجبات دي ملبسينها لهم ليه؟ واحد مربط حجبات يقول لك دي من العين، عين بتاع شنو؟ عين تلبس لها حجاب؟ العين دي ها انت لو دار تعالجها ده ما علاجها، بتعالج العين بالاذكار النبويه، بتعالجها بالقران. انتوا يا صوفيه لو بتعلموا الناس قران بجد صح، القران ده رقيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سورة الفاتحة دي الشافية، ما قال هي الرقية، ما قال هي الواقية. ما تقرأ القرآن تلبس حجاب ليه؟ تشرب محاية ليه؟ تكتب ورقة ليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب أوراق للناس؟ كان بيشربهم محايات؟ كان بيكتب لهم بخرات؟ بلاش ضلال ولعب على الأمة ولعب على العقائد وتضيع لبني آدم. ضيعوا العقائد عند كثير من السودانيين، خلوهم متعلقين لهم بشيخ، زول عقيدته كلها في بني ادم مدفون ولا في ورقه معلقه ولا دلقان بهبهب كده، دلقان ما في حاجه ذاته، ما في شيخ ذاته جوا، ما في ولي صالح جوا ولا ما صالح ذاته، دلقان معلق. تلقى الحله جت خايفه لا من دلقان بس، يقول لك ده ابويا الشيخ بين هنا، بين ما بين، نحن عقيدتنا ما في بني ادم، عقيدتنا في الله خلقنا وخلق الجوة ذاته والما في ذاته، عقيدة في الله. يا ناس نقعد احنا نعديها لخبطة،
لخبطة وعقائد خربانة. ناس عقيدتهم في واحد يقول لك دير 99 قال في القلعة راقدين 99 وراقدين مالهم، هم كان راقدين في يقول لك حاجة تانية راقدين في الورطة دي جوا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. زول زيدة انت فيه لك حاجة ما بيملك لرقبته نفع ولا ضر ينفع. والله الذي لا إله غيره أكان انت راجلك ميت مقبور ينفعك ولا يسمع دعاك؟ زي ما بقولوا حبوباتنا التراوة في خشمك ما عندك حاجة. ده ميت يا بني آدم ميت. ربنا سبحانه وتعالى قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. زول رجاله ميت تلقى فاتح يديه وقاعد جنب القبر، أم تشوفهم مقابر حمد النيل ما بتقابلك؟ ما قاعد تشوفها؟ أمشي هنا دفن درمان جوا. تلقى الواحد واقف جنب القبر يا أبويا الشيخ وجع الظهر، ويا أبويا الشيخ الولادات، ويا أبويا الشيخ في واحدين ممتحنين، والمرأة يا زول دراج جوا بني آدم مات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله. سؤال، شيخك المدفون جوا ده بني آدم ولا بني حاجة تانية؟ بني كربو مش بني آدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، تاني ما عنده حاجة، عمله انقطع ما يملك. لا مش لو مات، لو حي، لو حي ما بيملك لك حاجة، ما بيملك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يا ناس، سيد ولد آدم. ربنا قال عنه في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. طيب تقول لي ده شيخنا وابونا بتكة وابونا بفلان ومدفون بيجاي ولا ما مدفون؟ يا ناس ما عندهم حاجة. شوف المسألة دي لو ما نطفت للنهاية، لو ما نطفت بصراحة ووضوح ما بتتعالج. وهلنا بقول لك العوارة أكن ما فتحتها ونظفتها تمام ما بتتعالج. انت لو داير عقيدة هباش بفوق بفوق ما بتعالج مشكلة، نجد الشغلة تمام. زول عندك عقيدة في شيخ تعلينا هنا ده، ورينا عقيدتك دي بتعمل وين ذاته انت؟ في القرآن ولا في السنة؟ جبتها من وين؟ دايما نعبد معاك شيخ؟ تعال قدم دليل. قدمت دليل بنعبد معاك، ما قدمت دليل تعرف انه كلامك ده باطل وانت ما تعمله تاني. لكن الجماعة دول كلهم شفته اول ما الكلام الحقيقي كلام بالقرآن والسنة تلقاه لابد بعاين من بعيد هناك ماسك سبحة وقاعد بعيد. فهمتك؟ ننتهي ونفوت يمشي يوسوس ويتحتحت. والله يا جماعة دول قالوا والشيوخ ما بينفعوا، لكن الشيوخ دول بينفعوا. بينفعوا تعال ورينا لهم هنا ده بينفع بشنو؟ الشيخ بيسوي شنو؟ وبعدين يقول لك بدي الجنة، بدي الجنة كيف؟ نحن تعال اقنعنا قرآن وسنة. ربنا قال في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. ده الله ما شيخ. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ده الله ما شيخ. الله اللي بيدي الجنة، ولو انت عيان اللي بيشفيك الله ما الشيخ. الشيخ ما عنده أي حاجة. عشان ما تقول راجلك شيخ يشيل لك المرض زي ما البرعي قاعد ينادي في آخر حياته جاته حصوة، الحصوة مغلباه شغال بين ده. قال هو يا بوتايا اها قول واحد، وحامد بعصايا اثنين، زيلوا الحصايا وامراض كلايا. قال يا العركي كده كم؟ ثلاثة. وقومك كده كم؟ هيك قوم ديل ديل قوم يا العركي وقومك. قال قل لي في نومك زالت همومك. لا العركي ولا التاية ولا بعصايا ولا حامد ولا التاية ولا الغوم، شت زول الشفاء ما في كلهم. الحصوة في النهاية قرضته ودير الصلاة الله وما يعلم جنود ربك إلا هو.
الحصوة قتلته، تقعد تنادي؟ تنادي في غير الله؟ كلهم ما نفعوا. وإبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء قال عن الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني، الأكل ده بجيبه الله، يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ده الله مو شيخ، أكان رجلك في شيخ والله ضايع سايمتا ومضيع رقبتك، ضايع انت ومضيع رقبتك ومضيع أهلك المعاك والناس اللي بيباروك، نجد عقيقك يا زول. الدنيا ما عارف تعيش فيها لحد بتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أنا أكتفي بهذا القدر.